استغفر الله العظيم يا رب. دلوك انا ما فهمت حاجه. ده ابو بدله ده يبقى مين؟ الضابط ولا الحرامي؟ ايه يا كبير، هو انا كل خمس دقائق هقول لك؟ اسمع وركز. دلوك الضابط اللي هو مين؟ طرافولته. ده ايوه ده، لما مسك الحرامي اللي هو مين؟ نيكولاس كيج، وحب يعرف معلومات عن القنبله اللي زرعها، قام عامل عمليه فيس اوف اللي هي نقل وش بالعربي، وحط وش الحرامي بكان وشه عشان يدخل وسط ناسه ويعرف. قام الحرامي عرف، قام حاطط وش الضابط بكان وشه، بقي مين؟ ايه يا بنت الفيلم الخرفان ده؟ ايه الفيلم الخرفان ده؟ هو في حد ينفع يحط وشه مكان وش حد تاني؟ ايه وش مبيلي ياك؟ ايه يا كبير، دول امريكان بيعملوا اي حاجه ولا يعرفوا ينيلوا. قومي بنت، قومي يا بنت، حضري لي العبايه الرزي على الجلابيه السمنه. قومي. ليه؟ مركز صالح، عندي مشوار مهم بكره، قومي. ماشي. قال لي يشيل وشه يحطه مكان وشه الثاني، ودوك يشيل قفاه يحطه في باط الثاني، هنهزره. كلام فاضي. The evidence that proves you're you. Okay, so wow, looks like you're gonna be in here for the next 100 years. Now, I have got to go. جوني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هيدي كير، جوني. جوني مورنينج مان، شكلك لسه ما فوتش. وفي ايه اللي بيحصل ده؟ حد يفهمني ايه اللي بيحصل؟ Good morning, Mr. Johnny. أنت مين؟ با؟ ما عرفني نيشي؟ أنا الكبير. لا، أنا الكبير. أنت جوني، بص على تاتو، بص في المرايات. علي الطلاق لو ما قلت ليه اللي بيحصل، لكون مكسر الدوار ده كلات على اللي فوقك. Calm down, Johnny. Calm down. الأمور دي ما بتتخدش بالقفش. اهدى اهدى كيف؟ عاوزني اصحى من نومتي القى نفسي لابس بنتكور وفلينا بنك وقصص شعري كيف ماريا كاري وتقول لي اهدى؟ اولا هي عمرها ما عملت اللوك ده. ثانيا عاوز تفهم ولا مش عاوز؟ تشوز. قصر فهمني، مين ابن الكلب اللي عمل فينك ده؟ واتش يور ماوث مان، انت كده بتغلط في داد. جس وات، انا اللي عملت كده. تعمل كده في اخوك عادي، لكل فعل رد فعل، وانت اللي ابتديت. ولا ناسي البورصة والستة مليون ستمية سبعة وخمسين ألف جنيه كبير؟ الله يخرب بيتك يا فزع الكلب. وزي ما انت قررت انك تاخد الورث اللي سابهولي داد، انا كمان قررت اخدك كلك على بعضك. هتعمل ايه يعني؟ زي ما انت شايف انا بقيت الكبير وانت بقيت جوني. وعملت كده كيف؟ عملت عملية، بدلنا وشوش بعض. هو وشك كيف يا ولد ابوي؟ So funny. عملت عملية فيس اوف، نقل الوش
دي بقت عملية مشهورة جدا، أسهل من عملية اللوز. طب والوش ده هيروح متى؟ الوش ده عمره ما هيروح أبدا، هتفضل طول عمرك جوني. يعني وشي هادف عندك، لو خطيت خطوة واحدة هتخك والناس هتعتبره دفاع عن النفس. تقتل أخوك عادي. So what؟ ما انت اللي ابتديت. باي ذا واي، قبل ما اعمل العمليه اتنزلت لك، يعني لما كنت انا جواك جوا البادي بتاعك لما يا مش فاهم حاجه. يعني من الاخر اتنزلت لنفسي عن العموديه وعن كل، انا هبقى كل حاجه وانت ولا حاجه. امسكوا يا فزاع. يا دي ابو رياله يا اهبل، اقول لك امسكوا يا فزاع تقوم مصدق تشاهد على روحك يا جوني. يا مري بتعمل ايه يا جوني؟ انت اتجننت. هديه بعد هديه جوني. سيب الفرفر ده ربنا يهديك. بعد يا بنت خلينا طخ وريح الناس من الشرور. بعدي لا لا، جربي جربي يا مراتي يا حبيبتي، دافع عني. بعد يا بنت ما تلتقيش فيه كده. امسك يا فزاع. يا بنت اهبل يا اهبل، ما لسه عاملها فيك دلوق. امسك يا فزاع. تعيه يا جوني بيه. استهدى بالله امال. بعدت تعالى معايا، ده انا هجوزك هالنومه. وديه البوليس. هو ايه اللي حصل يا كبير؟ اتس كريزي. بيجي مجنون، بيجي مجنون مخبل، ربنا يستر. انا ما عملتش حاجه، انا بريء. جوني هو اللي خد وشي. خش قدام يا مذنب يا ابن المذنب. يا جماعه انا كبير اللي في الدوار ده، يبقى جوني اخد وشي. قاعده تحلو قوي يا رجاله. الله، ايه اللي جابك هنا يا خواجه؟ بس يا انت هو ده خواجه جاي سياحه، سيبوني انا. وانت مين اسم الله على مقامك؟ انا اللي هاخدك وافسحك في الزنزانه. وانت اسمك ايه يا عاد؟ انا الهرم. والله شكلي اعملها معاك يا هرم. تعمليها مع مين يا قطه؟ هتخربشيني؟ لا، ما هي عمرها ما كانت بالشكل. واصل قسما عظما، اللي هينزل فيكوا يده ولا يبص يمين ولا شمال لاجي سقف لي على قفاه. فاهمين؟ فاهمين. وادي يا كرومبو. نعم يا سيد الناس. عاوز كوباية شاي تقيلة حبر؟ حاضر يا سيد الناس. مالك يا قطة؟ مالك؟ هتقعد تسيق طول الليل ولا ايه؟ عاوز انام. خلصي. عادي يا سيد الناس. مين؟ مين برضك؟ يلا هدرس. يلا نهرب، يلا نهرب. انت اللي بعدكم جوني. ايه ايه يا جوني، مالك في ايه؟ صح انا جوني. يلا 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 جو 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 جو. مش قادر افهم انت ليه جايبنا تاني عند الدوار. جوني احنا لازم نهرب دلوقتي حالا ونروح على امريكا. يا ابني الموقف بقى خطر جدا يا حبيبي، انت من ساعه ما اتقبض عليك والكبير مش شدد الحراسه على الدوار، ولسه لما يعرف انك قريب. يا جماعه ما هو ما ينفعش. امبوسيبل امبوسيبل امبوسيبل. لازم لازم ادخل الدوار. دوار ايه؟ دوار ايه يا سيدوني؟ الكبير خلاص حطك في دماغه، ورجالته لو شافوك هيطخوك طوالي. نو واي. لازم ادخل الدوار. ايه ده؟ انت جننت؟ انت مش سامع هدرس بيقول لك ايه؟ طب بلاش، مش شايف الحراسه اللي على الدوار دي كلها؟ عادي. جوني دون بي ستيوبيد. انت بتقول مين ستيوبيد؟ بتقول مين ستيوبيد؟ صلح النبي في ايه؟ صلح النبي في ايه؟ سيدوني في ايه؟ ما ينفعش يقول ستيوبيد. معلش سي توماس خايف عليك وبيقول على اللي فيه مصلحتك. قول لي ستيوبيد ليه طار؟ قول له سوري. جوني سوري بجد، ما تزعلش مني، بس بجد الموقف بقى خطر.
انا عايز افهم حاجه، انت عايز تدخل الدوار تعمل ايه يا جماعه؟ ما هو جوني. جوني اقصد اقول الكبير 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 معايا الباسبور بتاعي، يعني معايا الباسبور بتاعي، اسافر اركب الطياره ازاي؟ هاو صح. طب هتدخل الدوار ازاي دلوقتي؟ I have فكرة بالإنجليزي. Idea. I have idea. توماس يا اشرف افتح لهم الباب هنداوي. ركز. ها ايه اللي انتوا شايلينه ده وداخلين بيه فين؟ دي سداده. سدادة كانت بتتنظف وإيه؟ جبناها؟ وخلصت فجبناها. عدي سني خلاص. إيه اللي جاب السجادة دي هنا؟ أنا حقول لك هدية. أنت لحالك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كوح يا هديرة. أنا الكبير. الكبير؟ ويا اهلي دخلك جوا السجاده. عم باخذ شاور، حنعزله. فكيني الاول واحكي لك على كل حاجه. كحرتيني يا بنت، كحرتيني. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. على مهلي. كحرتيني. يا مري. اكتم يا بنت، اكتمي. انا الكبير اللي معاكي في الدوار ده يبقى جوني. من تحل شخصيتي، اعمل لي عمليه نقل وش. فيس اوف، تعرف ايه؟ يعني صدقتيني؟ قولي والله ولا ما اخسر. يا ليش؟ يا بقرة، والله العظيم اني كبير يا بنت، اني كبير. طب شوفي، انا حسيبك واساليني عن اي تفاصيل شخصية بيني وبينك، إذا جاوبتك غلط صرخ ولم علي الناس، خلاص؟ ها. طب أنا اسمه أمي إيه؟ شموع. طب أكثر مطرب بحبه مين؟ ست بدرية السيد. طب أكتر أغنية بحبها لها هي إيه؟ الموال بتاع يا نخلة تعطي جريدك شكني سلك. ماشي. طب إحنا تاريخ جوازنا كام؟ تاريخ جواز شوف تعاد. اكتم يا بنت. اليوم ده كان كله مطر وزعبيب وأبوكي كلاوي بوزة عشان الجماعة بتوع الفيديو قلب من الميكروباص وماتوا قبل ما يجوا. قاعد زعلان كيف فرح بنته ما يصور شيء. أقول لك على مرة تاني، لما جينا نكتب الكتاب ما لقيناش الشهود. عائلتكم كلها ولا واحد حده بطاقة. حتى في الآخر جبنا الواد صبي الغزية والنبطشي عشان يبقوا شهود، صح ولا لا؟ صح. بس أنا ما خبراش برضك كيف تبقى الكبير يعني؟ يا بنت قلت لك عملية نقل وش. أنا أسمع النقل دم، نقل كبد، إنما نقل وش. اللي حصل عادي هدية،